أحد أهم أبطال لعبة تنس الطاولة في مصر والقارة الإفريقية، حقق العديد من الميداليات المتنوعة في مختلف منافسات اللعبة، هو السيد لاشين نجم الأهلي. ولد ابن محافظة الإسكندرية في 9 فبراير عام 1980، وبدأ لعبة تنس الطاولة في 10 من عمره بأندية الإسكندرية، واختتمت باللعب للسبورتينج ومنه للأهلي في عام 2002، ليبدأ مشوارا مليئا بالبطولات محليا وعربيا وقارية. المشاركة الأولى للسيد لاشين مع منتخب مصر كانت عام 1997، ومثل بلاده في العديد من المحافل القارية والعالمية، كما شارك في دورة الألعاب الأولمبية 3 مرات، آخرها الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012 في لندن، وكان أول مصري وعربي وإفريقي يتأهل لدور 32 بالأولمبياد. فاجأ لاشين الجميع حينما قرر الاعتزال الدولي والاكتفاء بالمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعربية باسم النادي الأهلي، مكتفيا بما حققه مع الفراعنة خلال 22 عاما ببرونزية بطولة للفرق وأربع ذهبيات إفريقية ومثلهم عربية، والميداليات العديدة في دورات الألعاب العربية والإفريقية والفرنكفونية. أسطورة تنس الطاولة كان أول لاعب مصري يدخل ضمن أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي، وأول رئيس للجنة مسابقات اللاعبين العرب. رصيد نجم الأهلي لتنس الطاولة مليء بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية محليا وعربيا وقارية، فقد حقق مع المارد الأحمر 15 دوري و3 لكأس مصر و13 لقبا للبطولة العربية و3 بطولات إفريقية. السيد لاشين ابن الأهلي البار يضع نصب عينيه النجاح المستمر مع ناديه، ويراه دائما قادرا على المنافسة بقوة على كل البطولات والمسابقات، وهدفه المركز الأول وحصد البطولات، ولا يقبل بديلا عن منصات التتويج.